السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم يتكلم عن عطر جنتلمان ريزيرف بروفي، آخر إصدارات جنتلمان. باختصار العطر عبارة عن افتتاحية حمضية شوي من البرغموت مع قلب من الآيرس أو زهرة سوسن مع التشيسنوت اللي هو الكاستنا، مع قاعدة جميلة من العنبر واللمسات الخشبية ولمسة من ريحة الويسكي. نعم، مثل ما سووا في كثير عطور مثلا كارولينا إريرا CHMN بروفي. في ناس كثير يقولون ان العطر يشبه عطر ديور اوم انتنس، لكن انا اقول لكم ما يشبه كلش. يمكن استخدام زهرة السوسن شوية مشابهة في العطور، لكن عطر مختلف تماما، ريحته مختلفة، فجاب الريحة البوزية وجاب كذلك ريحة السوسن وخلطها مع مكونات حلوة فيها ريحة غورموند مثل ما مستخدمها في كثير من العطور امثال Stronger With You. لكن العطر مختلف تماما، العطر عبارة عن ميكس بين الروائح الغورموند اللذيذة مع ريحة السوسن اللي طبعا متغلبة في العطر، موجودة في كل مراحل العطر مع قاعدة خشبية عنبرية جميلة جدا، واللمسة البوزية اللي مستخدمة من امتثال ريحة الويسكي موجودة كذلك في العطر، فمعطى العطر طابع جميل صراحة. صراحة من العطور اللي أنا أشوفها طبعا شتوية. باختصار صراحة أنا ما زلت أفضل جنتلمان أو دو تواليت انتنس عليه، لكن هذا آخر الإصدارات بصراحة جميل، أدعوكم لتجربته. أعرف ناس خذوا العطر كذا مرة، أداء متوسط بصراحة، كفوحان ما زلت أشوف أن الانتنس فوحانه أفضل، لكن ثباته هذا ممتاز. طيب، يعطيك 6 ساعات على الأقل كعطر مصنف بالنسبة لي أنه شتوي، ويستحق صراحة التجربة لأنه جمع ما بين الريحة السويتية وريحة زهرة السوسن مع ريحة بوزية، بصراحة يعطي العطر طابع جميل جدا وسهل بصراحة، سهل. يعني أنا ما أقول لكم اشتروه بشكل عمياني، لكن عادي، يعني أنا عن نفسي فضلت أني أجربه قبل لا أخذه، لكن لو أني أخذته من دون تجربة ما راح أتحسف لأن ريحته بصراحة حلوة ويستاهل. هذا كل اللي عندي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.